هذه المحاولة ترجمت لهدف. نتابع ضربة جزاء نفذها بذكاء اللاعب مراد باطنا ويهزم زميله الأمس. مباراة خاصة لباطنا لحفيظ ليركي، لاعبين سبقوا أنهم حملوا الحسنية لمواسم وترعروا بين أحضان فريق حسنية أكادير. إذا هدف يمكن نعتبره بأنه جاء ضد مجرى إيقاع المقابلة. للأمانة فإحنا ما غاديش نقولوا نحن ليس طرف، ولكن فريق الحسنية كان من الممكن أن يكون هو السباق للتسجيل، لأنه كان قريب في العديد من المحاولات، كان قريب في العديد من محاولات التسجيل لولا التدخلات الرزينة لعصام بادة. أعتقد بأنه جمال السلمي من دكة الاحتياط سيتنفس الصعداء، لأنه هذا الهدف يشكل الشأن الكبير لتقييم أداء المدرب جمال السلمي. إذا سنتابع الآن ضربة خطأ، ضربة خطأ لصالح فريق الحسنية. أعتقد بأنه مصطفى مديح كان يعاني من نزلة برد قوية، ولكن آثر على أن يحضر رفقة الفريق، وبالتالي يتابع هذه المباراة من دكة الاحتياط كمشرف على الفريق، على رأس الفريق. إذا سنتابع الآن حضور كذلك وازن للمكسيم سير فريق الحسنية. تسديدة كانت قوية، تسديدة كانت قوية، تسديده كواكو واللي كان وراء التسديد من بين اللاعبين اللي تألقوا هذا الموسم في البطوله الوطنيه، هو الان هداف البطوله الوطنيه الى حدود هذه الجوله بربعات الاهداف، رفقه اللاعب اللي يمكن نقول اللاعب اللي اصبح الان يستأثر باهتمام العديد، ولاعب يوسف القناوي لاعب جمعية السلوية الذي سجل في الأمس. ولكن فريق أولمبيك آسفي رفقة بادو الزكي استطاعت أن تعود في آخر الدقائق في المباراة، وهي نتيجة اعتبرت إيجابية نظرا لأنه قيمة الجمعية السلوية قيمة كفريق يخلق متاعب كبيرة خارج الميدان. إذن على العموم النتائج، الشباب الريف الحسيمي حسين أشلا حسنا فعل، وبالتالي استطاع كبداية أنه يستأنس بالأجواء مع فريق شباب الريف الحسيمي، وكان فوز مهم على حساب نهضة البركان الذي يمكن أقول بأنه سيبحث عن آفاق جديدة ورفقة مدرب آخر جديد. الدفاع الحسني الجديد المتأهل للعب نهائي كأس العرش، وهي بعد 27 سنة يعود أو يأتي المدرب عبد الحق بن شيخة ليحمل الفريق للعب مباراة النهائي أمام المغرب التطواني. الكوكب المراكشي يسير بصمت الكوكب إلى وسط غفلة العديد من الأندية. الكوكب تجد نفسها في الرتبة الثانية ب 13 نقطة من أصل 6 مواجهات، حققت 4 انتصارات وتعادل 1 وهزيمة 1، وهي نتيجة يمكن أن أقول بأنها هي النتيجة الإيجابية الكبيرة بالنسبة لفريق صاعد من القسم الوطني الثاني. وأعتقد بأنه فريق الكوكب المراكشي يظهر بأنه تواجده في القسم الوطني الثاني كان بمثابة خطأ أو هفوة أو زلة، ولكن يؤكد بأنه هو ابن أجواء القسم الاحترافي. فريق الرجاء البيضاوي يؤكد على الصحوة الأخيرة، الرجاء قادمة بقوة، وأعتقد بأنه البطل استأزر فريق الرجاء، وبالتالي استطاع الرجاء أن يقول كلمته خلال المباراة. 5 انتصارات تؤكد بأنه الرجاء قادمة بقوة، ومن يتابع ويراقب الرجاء يؤكد بأن هناك استفاقة، وبأنه البطل يريد أن ينتصر لكبريائه، وأكد ذلك في المقابلة الأخيرة أمام فريق الجيش الملكي. وأعتقد بأنه لمسات التوصي مع الجيش الملكي يلزم بعض الوقت لتتضح قوة الجيش. الجيش قدم عرض قوي أمام الرجاء، ولكن أعتقد بأنه فريق الجيش الملكي سيعود لقمة مستواه الموسم هذا الموسم رفقة المدرب رشيد التوصي. في حين فريق أولمبيك آسفي يستطيع أن
يحقق التعادل في آخر اللحظات، وبالتالي ففريق أولمبيك أسفي المتأهل لنصف النهائي، والذي أصبح الآن فريق يمتلك معالم قوية وتبشر بأن الفريق يمكن أن يرسم خطوات وأن يقول كلمته في الدورات القادمة. ففريق الجمعية السلوية يمكن أن أقول بأنه يحرج الكبار، ففريق الجمعية السلوية لحد الآن نتائجها تظل مقبولة وجيدة، في ظل بأنه الفريق لحد الآن حقق انتصار، فريق انتصار واحد، 3 تعادلات وهزيمتين. وأعتقد بأنه الجمعية السلوية تمتع بعروض جيدة خصوصا خارج الميدان. سنتابع الآن ضربة خطأ لصالح فريق حسنية أكادير، سينفذ ضربة خطأ خطيرة، ضربة خطأ، ولكن عصام بدا، أعتقد بأنه عصام بدا الآن هي مباراة ستركز على هذا الحارس في ظل المد الهجومي والتركيبة للحسنية القادرة على قلب الموازين في أي لحظة. أما مباراة القمة الثالثة كانت ما بين المغرب الفاسي والوداد البيضاوي. المغرب الفاسي يقدم عروض قوية ولكن لم يوفق بعد في تحقيق النتائج المرجوة، وأعتقد بأنه المغرب الفاسي لديه من التشكيل ولديه من المدرب الشاب طارق اسكتوي على العودة في مسار البطولة. الوداد، التغييرات التي قام بها المدرب عبد الرحيم طالب أعتقد بأنها كانت فأل خير على الوداد البيضاوي، واستطاع أن يعود بانتصار مهم من مدينة فاس. وأعتقد بأنه الوداد الآن بعد هذا الفوز أمام الفتح الرباطي في المؤجل، وهذا الفوز وجدت نفسها في الرتبة الثالثة، وبالتالي تقترب من، لا أقول تقترب من المتصدر، ولكن الوداد البيضاوي بعد هذا الفوز ستعود الحيوية والديناميكية لفريق الوداد في مستقبل الدورات، خصوصا بأنه الدورة القادمة ستضع الوداد في مواجهة المتألق المغرب التطواني. إذن كان هذا هو الحديث عن الجولة السادسة والحديث عن هذه الدورات. يمكن أن أقول بأنه الدوري الاحترافي المزيد والواعد سيكون في الدورات القادمة، وأكيد بأنه الصراع سيشتد في ظل استفاقة العديد من الأندية، وتبقى أبرز ما حقق هو العودة الموفقة لفريق الرجاء، كذلك التغييرات في الوداد من ناحية تشكيل اللاعبين، كذلك فريق الدفاع الحسني الجديد الذي أبان أنه فريق لا يريد أن يلعب الأدوار المتواضعة، وبالتالي يراهن أن يكون ضمن الكبار، خصوصا بأنه الفريق استطاع أن يصل للمباراة النهائية بعد 27 سنة، وهذه تأشيرة تحسب للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة. إذن على العموم الآن ضربة خطأ فريق الحسنية، المدرب مصطفى مديح كما قلت قابلته مقابلة كانت عنده نزلة برد قوية، ولكن حبذا الحضور ومؤازرة الفريق. إذن حتى الآن الحسنية ملازمة، ولكن لا شيء يمكن أن أقول حسن في هذه المباراة، في ظل بأنه فريق الحسنية هو الأقرب للتهديد، ولكن فريق الفتح الرباطي عرف كيف يحصل على ضربة جزاء يترجمها إلى هدف، وأعطته هذه النتيجة أي التفوق بهدف لصالح. إذن كرة ألف وسط الميدان، لاعب فريق الفتح نفسه الصعداء بشكل كبير تخلصوا من ضغط المقابلة بعد تسجيل هذا الهدف. إذن تغيير الكرة في اتجاه لاعب جلال الدولي، جلال الدولي كرة أمامية في اتجاه جنيد، جنيد ولمست يد وضربة خطأ لصالح فريق الحسنية. لحد الآن يمكن نقول بأنه الإيقاع الحقيقي للمقابلة بقي ما شاهدناش، ولكن اللي كان هو الأهم هو هذا التقدم اللي كان لفريق الحسنية ضد مجرى اللعب. فريق الفتح الرباطي يحصل على ضربة جزاء تترجم لهدف سجل اللاعب السابق لحسنية أكادير مراد باطنة. إذن جرس ياسير كيتلقى ورقة صفراء من طرف الحكم
منير مبروك 34 سنة التحق بسلك التحكيم عفوا، فدائما السلك ترتبط وتعود من الأذان إلى التعليم، ولكن سلك التحكيم سنة 1992 حكم جامعي في 2007 دخل حمل الشارة الدولية في 2011. إن الكرة الآن أمامية، تعود الآن فرصة لصالح فريق الحسنية، ولكن التسديدة ما كانتش مركزة، هذه كانت محاولة مجموعة غيابات كيعاني منها كذلك فريق الحسنية. أنا كانوا طالبوا لاعب الحسنية أن هناك ضربة جزاء، كانوا طالبوا أن هناك ضربة جزاء. إذا الكرة الآن في وسط الميدان العروي، تعود الآن لعصام بدا، كرة الآن أمامية، والآن كرة التماس لعادل المتوني الصعيب باش أنه في هذه المحاولة الأخيرة لاعب الحسنية أنه يتمكن الكرة أحسن ما أنه يفعل هو أنه يرمي الكرة التماس. حضور جماهيري قليل جدا، يمكن أقول بأنه عدد رجال الأمن ولا الحراس الأمن الخاصين أكثر بكثير من هذا الجمهور اللي حاضر هذه المقابلة، فدائما هذا كيحن لعلامة استفهام كبيرة كيف فريق من حجم فريق الفتح الرباطي تغيب عنه الجماهير. أعتقد بأنه مدينة الرباط فيها من محبي كرة القدم، باش أنه صراحة فريق الجيش الملكي كيبقى من الفرق الأكثر شعبية للعاصمة الإدارية، ولكن فريق الفتح الرباطي يستحق جمهور أكثر من هذا. واعتقد بانه الفتح ما وصلش لتلك النتائج المخيبه للامال باش انه تكون مقاطعه للجماهير، ولكن على العموم اللي نتمناو بانه فريق الفتح الرباطي السعيد عافيته. العروي الان كدي في اللقطه والمحاوله الاخيره نفذت الكره في وسط الميدان، تغيير اتجاه الكرة، تعود مرة أخرى لإبراهيم البحراوي، إبراهيم البحراوي محاصر، البحري إبراهيم عفوا. إبراهيم البحراوي سجل في الأمس أمام فريق الجمعية السلوية، كان الهدف جاء في حدود الدقيقة 88. إذن على العموم الآن ضربة خطأ، عز الدين حيصة كواكو الآن رفقة القناوي هدافين البطولة الوطنية بأربعات الأهداف، ولكن كواكو الآن عنده فرصة أنه باش ينفرد في حالة تسجيل في هذه المباراة. هذه محاولة للإبعاد، لحد الآن فريق الحسين يجد صعوبة في التوغل لدفاع فريق الفتح الرباطي. ضائعة، اللاعب الداودي جلال في وسط الميدان، تغيير اتجاه الكرة، إذا الآن ينفذ التماس، في وسط الميدان عصام بدا، كرة الآن عالية، كان صعوبة كبيرة، محاولة
والخروج كان جيد لعصام بدا لحد الان. عصام بدا يمكن نقول بانه الخروج كان موفق. إذن العروي الآن مراد باتنا، ما كاينش خطأ الآن، إذن كتحاول الآن محاولة لصالح فريق الحسنية، ولكن فقط الكرة الآن للتماس، تماس لصالح فريق الفتح الرباطي. هسه الآن وسط الميدان لاعب فريق الحسنية، مراوغة جيدة، مراوغة جيدة، وضربة خطأ، ضربة خطأ. كيبان هناك تجانس كبير ما بين أداء لاعبي. نشاهدوا الآن هذه القنطرة الصغيرة كانت جميلة، القنطرة الصغيرة كانت جميلة للاعب كوني زومانا. إذا كوني زومانا هو اللي كان هاد وراء هاد المراوغة، وبالتالي كيحصل الآن على ضربة خطأ. فريق الفتح الرباطي في الدورة السابعة سيرحل لمدينة مراكش لمواجهة الكوكب المراكشي، في حين الحسنية ستستقبل فريق المغرب الفاسي. إذا سنتابع الآن، سنتابع الآن ضربة خطأ، سنتابع الآن ضربة خطأ. عزين حصة، عزين حصة، وتدخل كان جيد للحارس عصام بدا، تدخل كان جيد للحارس عصام بدا. إذا نتابع الآن، التسديدة كانت قوية والحارس عصام بدا كان في المكان المناسب. تنفذ الآن الركنية، عادل الماتوني، عادل الماتوني كيرفع الكرة، هذه كانت كرة أمامية في اتجاه لاعب العبيدي جمال، بيدي جمال، ولكن ما تمكنش منها عبيدي جمال. كما قلت بأن كاين هناك تركيز كبير على ملأ خط وسط الميدان جانب من زملاء المصورين الصحفيين. كرة الآن أمامية، كرة كانت في اتجاه البحر إبراهيم، تعود الآن في وسط الميدان لصالح فريق الحسنية، ولكن ضاعت بسرعة. البحري إبراهيم كيرجع الكرة لوراء الأسمنداو، أسمنداو في وسط الميدان، ولكن دائما مالئين لاعبي فريق الحسنية وسط الميدان بشكل جيد صراحة. فريق الحسنية منتشر في الملعب بشكل جيد، فكما قلت بأنهم كانوا كيمشيو بالمقابلة بشكل جيد لولا الهفوة اللي كانت في الدفاع، وكذلك الخروج اللي ما كانش فيه موفق بشكل كبير فهد الحمادي لاعب البحر إبراهيم من بين اللاعبين المجربين في البطولة الوطنية. سبق باش أنه كان محترف، وبالتالي كان لهم تجربة باش أنه يورط الحارس فهد الأحمدي في خطأ اللي حصل على إثر ضربة جزاء. إذا الحكم منير بروك يعطي ضربة خطأ، تتنفذ الآن، تعود الآن لفريق الحسنية. زكريا سفيان
كاين صعوبة بالغة. الآن ضربة خطأ حذاري من كثرة الأخطاء اللي ربما تجبر بالفعل. كان هناك خطأ، كان هناك خطأ تجبر الحكم على أنه يخرج بعض الأوراق. إذن حذاري من الأوراق الحمراء، لأنه مثل هاد الأخطاء فريق الحسنية كما قلت يراهن على تحقيق نتيجة إيجابية هنا بملعب الفتح الرباطي. في وسط الميدان أمامية كواكو، الآن كواكو شنو غادي يعمل مع أسمان داو؟ صراع كبير ممتاز. لاعب جمال عبيدي استطاع باش انه يسترجع هذه الكره. مقابله باقى الان مفتوحه، كل شيء وارد، ولكن يمكن نقول بانه هذه المباراه يمكن تعطينا اهداف من اخطاء، لان كاينين لي ديوال بشكل كثير، كاين الثنائيات، وهذه الثنائيات اللي يمكن هي تفرز لنا بعض الاخطاء. فكيف ما شاهدنا في المحاولة الأخيرة كان فريق الفتح الرباطي كرة الآن أمامية لكواكو، كواكو يسدد ولكن تسديدة ارتطمت بأحد اللاعبين. جزئية قليلة اللي غادي تحسم في هذه المقابلة، وكذلك الفريق اللي غيكونوا عنده لاعبين عندهم فرضية جميلة هي اللي غادي تغير في نتيجة هذه المباراة، لأن كاين تقارب كبير في المستوى. كترفع الكرة وفاد الأحمدي، ومباراة يمكن نقول بأنها الفريق اللي كيخطأ هو اللي غادي يؤدي ثمن ضياع هذه النقاط. فالجولة الثانية اعتقد على حسب وجهة نظري المتواضعة يمكن انها تكون جولة الاخطاء، ويمكن بانه نتبع اهداف اخرى. فكيف ما كنشاهدوا مباراة مفتوحة، محاولة الان باطنة، باطنة شنو غادي يعمل؟ باطنة باطنة اذا باطنة غادي تلقى ورقة صفراء. الحكم منير مبروك كان قريب، الحكم بروك كان قريب وغادي يوجه ليه. الحكم بروك كان قريب ويوجه ليه ورقة صفراء لتدهور بسقوط اللاعب مراد باطنة، اللاعب السابق لفريق حسنية أكادير. إذن دائما الكرة الآن في وسط الميدان لصالح لاعبي فريق الفتح الرباطي. لحد الآن الجولة الأولى تسير نحو النهاية. دائما هدف لصفر لصالح فريق الفتح الرباطي، سجل الهدف من ضربة جزاء سجل لاعب مراد باطنة وصدها إبراهيم البحري. إذا هجمة الآن لصالح فريق الحسنية، أربعة لاعبين أمام أربعة لاعبين. مراد باطنة الآن في صراع، مراد باطنة وتدخل جيد، تدخل جيد في المحاولة الأخيرة، وعلى إثرها الحكم يعلن عن ركنية. إذا سنتابع الآن التماس، الدودي جلال، الدودي جلال سينفذ التماس، إبراهيم البحري والإبعاد. تتحول الآن في وسط الميدان، كاين هناك خطأ، كاين هناك خطأ،
إذا الخطأ الآن لصالح الحسنية. عز الدين حيسة. عز الدين حيسة كيرفع الكرة. ولكن فقط لي التماس. زكريا سفيان. مراد باتنا. أمامية. ولكن الإبعاد. كانت كرة أمامية من اللاعب جرسي ياسر. تعود الآن وراء كريم أي الدرهم. وسط صعوبة ضربة خطأ لصالح فريق الحسنية. ضربة خطأ ضد اللاعب محمد التراوري. تابعوا الآن. كانت متابعة جيدة من اللاعب كوني زومانا. بالفعل محمد التراوري رفع القدم ديالو أكثر من مسموح هو قانونيا. سنتابع الآن. سنتابع هذه المحاولة. كل لاعبي فريق الفتح بدون استثناء في مربع العمليات. كل لاعبي الفتح بدون استثناء في مربع العمليات. كترفع الكرة. متابعة من هدف فريق باتريك كواكو. أعتقد كانت هذه محاولة ضغط الآن من فريق الحسنية. محاولة خطيرة. كانت السماتة من لاعبي فريق الفتح. تحول الآن لهجمة العروي. ولكن الخيار لم يكن سليم. الخيار لم يكن سليم في المحاولة الأخيرة. وبالتالي ضاعت هذه المحاولة للتماس. التغطية والتدخل كان جيد في المحاولة الأخيرة من اللاعب أبو طالبي ربيع. الحكم كيقول ضربة خطأ. إذا حديث للمدرب من المدرب جمال سلامي مع العروي. نتابع الآن هذه المحاولة. تعود الآن وراء إذن عز الدين حيسة الآن. في وسط الميدان. هذه كانت محاولة غادي تكون خطيرة لو مرت هذه المحاولة. أحد لاعبي فريق الحسن يسقط الأرض. أحد لاعبي الحسن يسقط الأرض. جمال عبيدي. أعتقد بأنه كان اصطدام مع لاعب جارسي ياسر.
كرة حريضية كترجع الكرة للحارس عصام بدا. إذن لحد الآن هدف للسفر، يمكن نقول بأنه هاد النتيجة كتخدم كثير مصلحة فريق الفتح الرباطي لإنهاء هاد الجولة الأولى بهاد النتيجة. نذكر بمسجلي أهداف هاد الجولة الأولى، عبد الصمد المباركي ونبيل أمغار من شباب الريف الحسيمي، إبراهيم البزغودي من أولمبيك خريبكا، وعصام الحلافي حارس مرمى وداد فاس ضد مرمى، نبيل الولجي للوداد البيضاوي، يوسف القناوي للجمعية السراوية، إبراهيم البحراوي لفريق أولمبيك أسفي، سفيان العلودي لفريق الكوكب المراكشي، ولاعب الحسن أخميس لاعب فريق الوداد الفاسي، وعصام الرقي لفريق الرجاء البيضاوي. إذن كانوا هذوما مسجلي هاد الدورة. إذن دقيقتين كوقت بدل ضائع، فريق الحسنية يمكن أن أقول بأنه تلقى هدف ضد مجرى اللعب، وفريق الفتح الرباطي كان هو المستفيد وعرف كيف يجاري إيقاع فريق الحسني وحافظ على نظافة شباكه. ويمكن أقول بأنه نظافة الشباك تعود يعود الفضل للحارس عصام بدا اللي استطاع باش أنه يصد المحاولة للاعب زمر ولاعب فريق الحسنية في عدة محاولات. يمكن أقول بأنه الحسنية ضيعت العديد من الفرص، وفريق الفتح الرباطي من فرص قليلة استطاع أن يترجم إحدى إلى هدف من ضربة جزاء اصطادها بذكاء إبراهيم البحري وترجم إلى هدف اللاعب مراد بطنة. إذن هذا كان هو عنوان أداء الجولة الأولى، وأكيد بأنه الجولة الثانية هناك كثير ما يقال للمدربين، وهناك الكثير ما يقال بالنسبة للاعبين خلال الجولة الثانية. نتمنى أن تكون الجولة الثانية أحسن بكثير من أداء الجولة الأولى. كما قلت بأنه هذه المباراة أعتقد بأنه مباراة يمكن فيها الأخطاء أن تقول كلمتها بشكل كبير. إذن الآن بعد لحظات الحكم منير مبروك سينهي هذه المقابلة. هذه كانت محاولة خطيرة، قلت بأنه الحكم سينهي ماشي المقابلة ولكن سينهي الجولة الأولى، ولكن كانت هذه المحاولة خطيرة لفريق الحسنية. من تمناش اللاعب كوني زمان أنه يتصاب في هذه المحاولة، لأنه من بين اللاعبين اللي كيعول عليهم بشكل كثير المدرب مصطفى مديح. إذا بعد هذه الركنية لا محالة منير مبروك سينهي هذه الجولة الأولى. كما قلت بأنه جولة استفاد منها بشكل كبير فريق الفتح الرباطي، والحسنية ما كانتش موفقة من خلال زيارة الشباك فريق الفتح الرباطي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت هذه الجولة الأولى، على أن ألقاكم في الجولة الثانية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. تظاهرات دولية وقارية تحتضنها بلادنا قريبا. ومع مر رياضة نزلت تحت العهدك كيقولوا قراو التاريخ. أنا لا أعيد المغاربة بالنتائج، عرفتي علاش؟ حيت عارف ديك الخامية ديالي شنو فيها. ما عندناش الخلاف، ما وجدناش الخلاف، أعطينا ميزانية ضخمة، شنو درنا بها؟ هذا هو الخطأ. كانت مهمة ولكن كواليتها غير كافية، في غياب منظور، في غياب مسيرين. واش ما كيبقاش فيكم هذه البلاد؟ باسم انا الا كان صنف رياضي غادي يبقى غادي في العابات باسم الرياضه، انا مستعد غادي نعدمو ما يبقاش. بالواضح الثلاثاء 10:30 ليلا على قناه الرياضيه.
في عالم كرة القدم لا يمكن تصور اللعبة من دون حكم، وللحكم قانون وسلطة تقديرية قد يصيب فيها وقد يخطئ، وبين الاختيارين قد يسقط في فخ الجدل. ولفرز الخطأ من الصواب ورفع اللبس عن هذا الجدل، نتيح لك عزيزي المشاهد فرصة أن تكون أنت الحكم من خلال برنامج الحكم الآخر. مركو تنس تور بالدار البيضاء. عشاق الكرة الصفراء، المرحلة السادسة تتابعونها مباشرة من 28 أكتوبر إلى 2 من نوفمبر على القناة الرياضية. النسخة الرابعة من رالي المغرب التاريخي، والتي نظمت من 13 إلى غاية 19 ماي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرفت مشاركة 85 سيارة، والمتسابقون كانوا على موعد مع رالي من طينة خاصة. قطعوا مسافة 2576 كيلومتر، قسمت لست مراحل. الانطلاقة كانت من مدينة أكادير وصولا إلى ساحة جامع الفنا بمراكش، مرورا بمناظر خلابة ومتنوعة وطرق وعلى استوجبات استحضار التركيز وروح المغامرة من طرف كل المشاركين. المرحلة الأولى ربطت عاصمة سوسة أكادير بتفراوت، حيث قطع المتسابقون مسافة 485 كيلومتر. هذه المرحلة تميزت بصعوبة الطرق والممرات الوعرة التي رسمها المنظمون. يتمكن الفريق الفرنسي المكون من سيرج لوغا وكليمو هيريك على متن سيارة بورش 911 من الفوز بهذه المرحلة بتحقيقهم لأفضل توقيت وبفارق 44 دقيقة و27 ثانية أمام الفرنسيين فيليب كاش ونيكولا ريفيير على متن مازدا إكس 7، فيما المرتبة الثالثة عادت لبطل السابق البلجيكي غريغوري دوميريوس. ومع نهاية المرحلة الأولى عبر المتسابقون عن إعجابهم بالمناظر الخلابة والرائعة التي يزخر بها المغرب، مما ضاعف من شهيتهم للتنافس أكثر على لقب هذه الدورة. Les chronos sont absolument magnifiques. On passe dans des endroits où les touristes ne vont jamais. Et la voiture à chaud, et le pilote à chaud, et le copilote à chaud, et tout le monde à chaud ici. Bon, apparemment, il y a pas, c'est juste un dégât matériel. Mais c'était un mauvais endroit, très glissant. Ah, déjà découverte, hein, comme je n'ai jamais fait de rallye sur terre, c'était mon premier rallye sur terre. المرحلة الثانية من الرالي انطلقت من مدينة تفراوت، ونقطة الوصول كانت مدينة وزازات على مسافة 445 كيلومتر. وخلال هذه المرحلة والتي رافقتها كثرة الأعطاب، تنحى دوميفيوز الذي لم يتمكن من إكمال المرحلة. الفرنسي فيليب كاش كانت له الكلمة الأخيرة، وتمكن من الفوز بالمرحلة والانقضاض على المركز الأول في الترتيب العام المعقد. journée comme on avait des petits pépins qu'il a fallu gérer, mais bon, avec les pépins des autres ça va, c'est transparent quoi. on arrive ce soir, on est troisième au général, c'est l'énorme surprise, c'est vraiment génial. اليوم الثالث من المنافسة عرف انطلاقته من مدينة وزازات وصولا لمرزوقة مرورا بتنغير، والمسافة كانت 470 كيلومتر.
la deuxième spéciale d'aujourd'hui à Tinérir. C'est un monument de ce rallye du Maroc. Il faut que ça revienne tous les ans. Où il y a le sable, j'avais jamais roulé. Oh, c'est de la folie. C'est vraiment extra. Ça tient énormément. Moi, je pensais que ça tenait pas. L'auto marche comme une horloge. Et là, j'en ai bien profité. Les deux spéciales qu'on vient de faire, c'est vraiment tout ce que j'aime. Là, je suis sur mon terrain. إيمانة الفرنسيين على الرالي تواصلت وكانت واضحة خصوصا خلال هذه المرحلة إذ تمكن فيليب غاش من الحفاظ على المركز الأول في الترتيب العام متبوعا بمواطني فيزون وبريانتي. هذه المرحلة تميزت بطرقها المتنوعة على طول المسافة ليصل المشاركون للكثبان الرملية التي تؤثث فضاءات مدينة مرزوقة الجميلة. Déjà ce matin, bonne surprise, partir sixième, ça ne m'est jamais arrivé. Donc on est rentré dans les 10 premiers sans frapper. Normalement, on frappe avant d'entrer. Par contre, les paysages sont magnifiques. Ça a été un pur régal. Là, on va faire une belle révision au loto, 4009, et puis on repart demain. Respecte les notes de Dive qui sont très bien. La voiture de Jacques Fora le reste aussi parce que c'est une très très bonne voiture. المرحلة الرابعة من الرالي ربطت مرزوقة بإثران على مسافة 442 كيلومتر، والعنوان الأبرز لهذه المرحلة كان الفصول الأربعة. Se lever comme ça avec le lever du soleil, avec toutes ces dunes, avec les voitures là, c'est trop beau. J'avais rarement mis les pieds dans un désert et encore moins sur des dunes. Fabuleux, un rêve. C'est le bonheur total, mais c'est magique, magnifique, extraordinaire. الانطلاقة كانت تحت أشعة الشمس الحارقة من مرزوقة والوصول إلى مدينة فران في جو بارد للغاية مرورا بميدلت ومغارات زيس، مما أضفى على الرالي صبغة خاصة وترك انطباعا مميزا لدى المشاركين الذين عبروا عن إبهارهم الكبير بالتنوع المناخي والجغرافي للمملكة. 140-150 Il était devant moi. Je me suis pris toute sa mère. Aujourd'hui, c'est mon tour. وبالعودة لأجواء المنافسة، فيليب غاش حافظ على مركز الريادة بتفوقه على منافسيه. Pas lever le pied de toute façon. On va aller chercher la troisième place et on verra, on va faire les calculs. Si on peut, la deuxième, on ira aussi. Tout d'un coup, le moteur s'est arrêté. Donc, on a passé le jaune sur l'élan et le rouge, Yves nous a aidé à pousser. المرحلة الأخيرة من الرالي ربطت بالويدان بمراكش على مسافة 351 كيلومتر، وخلافا لكل التوقعات تمكن الفرنسي فيزون على متن سيارته بيجو 504 من الفوز بالرالي بعد عطب في سيارة فيليب غاش
والذي كان مرشحا للفوز بهذه الدورة. المركز الثاني كان من نصيب ألان ديفيزا سائق سيارة بورش 911 متبوعا بأنطوان فان روم، ليصدر الستار على النسخة الرابعة من رالي المغرب التاريخي وسط انطباعات إيجابية لجل المشاركين الذين اكتشفوا سحر الطبيعة وجمالها وتنوعها في مختلف ربوع المملكة. Philippe malheureusement il a eu un problème technique, il était garé sur le côté. C'est la dernière spéciale, c'est malheureux pour lui et c'est la course. Là, faut attendre Alain et on va voir ce que ça donne. Je crois, mais j'attends pour 5 dixièmes, je perds la première place. Mais mon Dieu, que c'était beau, belle course. Bravo, ça va. أهلا بكم. تظاهرات دولية وقارية تحتضنها بلادنا قريبا. ومع مر يا ذنزلت تلعهدك كيقولوا بقاو التاريخ. انا لا اعيد المغاربه بالنتائج، عرفتي علاش؟ حيت عارفك الخاويه ديالي شنو فيها. ما عندناش الخلاف، ما وجدناش الخلاف، عطينا ميزانيه ضخمه، شنو درنا بها؟ هذا هو الخطا. كانت مهمه الكواليتات غير كافيه في غياب منظور، في غياب مسيرين. واش ما كيبقاش في الامه ديال البلاد باسم انا الا كان صنف رياضي غادي يبقى غادي في العابات باسم الرياضه؟ انا مستعد اني نعدمو، ما يبقاش. بالواضح الثلاثاء 10:30 ليلا على قناة الرياضية. في عالم كرة القدم لا يمكن تصور اللعبة من دون حكم، وللحكم قانون وسلطة تقديرية قد يصيب فيها وقد يخطئ، وبين الاختيارين قد يسقط في فخ الجدل. ولفرز الخطأ من الصواب ورفع اللبس عن هذا الجدل، نتيح لك عزيزي المشاهد فرصة أن تكون أنت الحكم من خلال برنامج الحكم الآخر. إلى غاية 31 أكتوبر استفدوا مع الجوال على كل تعبئة 20 درهم من ساعة ديال المكالمات زائد 20 درهم ديال الرصيد، ويمكن لكم تستفدوا من سوايع جوال على كل تعبئات ابتداء من 5 درهم. وما تنساوش مع جوال راه الخلاص بالثانية على جميع المكالمات. على جوال ديما عوال. Souhaiteriez-vous que vos lames durent plus longtemps? Gillette Mac 3 vous donne une sensation d'irritation réduite et dure jusqu'à 30 jours. Ces trois lames haute définition avec un revêtement avancé durent plus longtemps et vous procurent un rasage de près et confortable jusqu'à 30 jours. Gillette, la perfection au masculin. Well, well. Offre spéciale Mirandina plus 20%. Plus de plaisir au même prix. Bimo, que du bon. Mais pas bien, bon, il est gagné pour le ballon. Il est mieux pour
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم خلال بداية الجولة الثانية، الجولة الأولى انتهت بتفوق فريق الفتح الرباطي بواقع هدف لصفر، الهدف سجل من ضربة جزاء يمكن أن أقول بأنها استفاد منها بشكل كبير فريق الفتح الرباطي، في حين فريق الحسنية كان قريب في العديد من المحاولات لإدراك الهدف السابق قبل أن يسجل هدف التعادل ولكن لم يكن موفقا. إذن الجولة الثانية أعتقد بأنها ستكون جولة للحسنية للعودة بالنتيجة، وفريق الفتح الرباطي سيسعى للحفاظ على هذا المكسب. ترى ما هي الطريقة التي سيرسمها كل طرف على حدة لمواصلة هذا المشوار؟ إذا هذه محاولة ولكن خروج الحارس عصام بدة الذي يمكن أقول بأنه استطاع خلال الجولة الأولى أن يحافظ على تدخلاته، كانت رزينة وكانت مركزة، وبالتالي يمكن أقول يعود له الفضل في الحفاظ على نظافة شباك فريق الفتح الرباطي. إذن الآن ينفذ التماس، سماس باتيك كواكو لم يكن خطأ، اعتقد بانه نفس التشكيل الذي كان خلال الجولة الاولى هو الان خلال هذا الجولة الثانية. اذا دائما نواصل لا جديد وبالتالي لا تغيير في تشكيلة الطرفين في انتظار ماذا ستفرز الدقائق الأولى، وأعتقد بأنه الربع الساعة الأولى من الجولة الثانية ستفرز الملحة الذي سيرسمه الطرفين من خلال مبتغى الطرفين. أكيد بأنه فريق الفتح الرباطي الحفاظ على هذا الفوز هو أمر صار ضرورة ملحة، وفريق الحسنية يسعى خلال الجولة الثانية لتحقيق مراده وهو العودة بالنتيجة. أعتقد بأنه التغييرات ستؤثر بشكل كبير على نتيجة هذه المباراة، فأكيد بأنه المدرب مصطفى مديح سيسعى للعودة بالتعادل على الأقل، وفي حين فريق الفتح الرباطي مطالب بتحقيق فوز خصوصا على رأس الإدارة التقنية المدرب جمال السلمي. أعتقد بأنه هامش آخر من غير الفوز ربما يضع مستقبله مع الفريق قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق. إذن أحد لاعبي فريق الحسنية سقط الأرض، إذن أعتقد بأن ستكون ضربة خطأ لصالح فريق حسنية أكادير. الحين اعطاء الاسعافات الاوليه لاحد لاعبي فريق الحسنيه الذي سقط في الصدام الاخير. اذا ضربه خطا الان لصالح فريق الحسنية، كرة عالية ولكن الحكم يقول ضربة خطأ. في وسط الميدان لصالح فريق الفتح الرباطي، كرة أمامية الآن ولكن هناك دفع. كرة أمامية مرات
في وسط الميدان. دائما لصالح فريق تعود الآن لصالح فريق الحسنية. مطالب بالسرعة في بناء العمليات الهجومية. خطأ فادح، ولكن عثمان داو ينقذ مرمى. يمكن أقول بأنه هدف محقق جدا، هدف محقق جدا. نتابع هذه المحاولة الأخيرة بالعرض البطيء مقترحة من زميلنا جقاق. إذن كانت هذه فرصة خطيرة لصالح فريق الحسنية، ربما ستذهب الجفاء الذي تعيشه هذه المباراة. إذن هذه محاولة يمكن أقول بأنها ضاعت لفريق حسنية أكادير. جمال عبيدي الآن، محاولة خطيرة، والحكم دائما يطالب باستمرار اللاعب. إذن عثمان داو يمكن أقول بأنه تألق في المحاولتين الأخيرتين وأنقذ مرماه من أهداف محققة. إبراهيم البحري سيحاول استخلاص الضغط على لاعبي فريق الفتح الرباطي اللي عاشوا ضغط رهيب بعد ما كانت العديد من الهجومات تطالب بتسجيل الهدف هذا الهجومات، ولكن عثمان داو تألق في احدها وامام مهاجم فريق أمام مهاجم فريق الحسنية. ضاعت هذه المحاولة، كرة الآن أمامية. جمال عبيدي الآن، باتريك كواكو أمامية. عادل الماتوني، جمال عبيدي لعادل الماتوني، كذلك سجل ثلاثة الأهداف. هذه محاولة خطيرة، هذه كانت محاولة خطيرة، ولكن حكم المساعد الثاني عبد المجيد المسك مجيد المستكي كان رفع الراية معلنا عن خطأ. فريق الحسنية بدأ يضغط، ولكن أعتقد بأنه صعوبة ستكون في اللمسة الأخيرة، لأنه كان هناك حيطة وحذر من دفاع فريق فريق الفتح الرباطي، خصوصا اللاعب عثمان داو. كريم أي الدرهم، ممتاز كريم أي الدرهم.
مع اللاعب جنيد. في وسط الميدان زكريا سفيان. أمامية ولكن كان تدخل جيد. تعود الآن وحاول الآن وعصام بدا تابعوا الآن هذه المحاولة. كان تدخل جيد من عصام بدا. ضغط الآن من فريق حسنية أكادير ليحاول العودة بقوة والضغط. إذن سنتابع الآن هذه المحاولة. جاريس ياسر في وسط الميدان. كان تبادل كروي جميل ولكن كما قلت أجمل ما كاين في فريق الحسنية هو أنه عنده انتشار جيد في الملعب. عادي الماتوني ولكن كما قلت بأنه اللمسة الأخيرة هي اللي غادي تحسم الكلمة ديالها في هذه المقابلة. أعتقد بأنه فريق الفتح استفاد من هدف، يمكن نقول بأنه هدف مهم جدا. هذا انفعال غير مبرر وبالتالي الحكم حذاري من هذه الانفعالات الغير مبررة لأنها الحكم أعلن على ضربة خطأ لا داعي للاستمرار في الاحتجاج لربما حتى الحركة كانت غير رياضية من عزيز جنيد اللي انفعل. الأمانة حركة عزيز جنيد من المفروض أنها ما تكونش. إذن على العموم بعد لحظات غادي يكون تغيير في فريق الفتح الرباطي. موسى إيسا مكان اللاعب عزيز جنيد. سنتابع الآن سنتابع ضربة خطأ لصالح فريق ضربة خطأ لصالح فريق الفتح الرباطي. حضور جمهورين
ذوي أصول آسيوية وبالتالي في ظل غياب الجماهير أعتقد بأنه الآن جاء الدور على البعض للاستئناس بهذه المباراة. عادل ماتوني، كريم أيدنهم، تعود مرة أخرى سنتابع الآن هذا التماس. جاريس ياسر، أحمد الفاتحي من جانب فريق الحسنية السعيد. بعد لحظات للدخول، خروج جنيد ودخول محاولة تسديدة خطيرة. هذه المحاولة كانت خطيرة، هذه المحاولة كانت خطيرة، هذه المحاولة كانت تسديدة من مراد باتنا في اتجاه موسي موسايسا، ومرت جانبا عن الحارس فهد الحمادي. إذن أحمد الفاتحي إذن تغيير مهم يقوم به على مستوى الخط الأمامي المدرب مصطفى مديح. خروج سيدو غويرو، إذن تغيير يأمل منه المدرب مصطفى مديح، إعطاء ديناميكية للخط الأمامي. أبو طالبي ربيع، كسب جديد لفريق الحسنية. كريم أيدنهم، مناسبة جمال سلامي سبق وأن درب فريق حسنية أكادير. تاريخ هذه المواجهات ما بين الحسنية والفتح، تعود بنا لذكريات أعتقد في أحدى المواسم. مراد باتنا ورقة صفراء، كانت هذه المباراة تقيل بعض المدربين وتدفع من الاستقالة. نعتقد بأنه باتنا عنده ورقة صفراء، ورقة حمراء. إنه باتنا كان يتعمد، السقوط في المحاولة الأولى وأعطى له ورقة صفراء. إذن تابعوا، أعتقد ربما الحكم أعتقد ما غاديش ندخل في مشروعية، في عدم مشروعية قرار الحكم السيد منير مبروك، ولكن ربما كاين هناك بعض الإشارات من الحكم
حتى ما بينت ما غاديش نقول الصوره ولكن الصوره ما كانتش ما غاديش تكون ما غاديش نقول بانها امينه ولكن ما غاديش تعطينا الاسباب الحقيقيه اللي خلات الحكم بانه يعطي ورقه صفراء ثانيه واللي كانت لسوء الحظ مراد باطنا بانه كانت عنده ورقه صفراء اولى ولكن ربما هذا الشهاد فقط مني ولست متاكد 100% ربما بعض الكلام كان صدر من باطنا ربما هي اللي خلات الحكم بانه يخرج ورقه صفراء ثانيه هذه الورقة الصفراء الثانية غتكون مؤثرة بشكل كبير على أداء فريق الفتح الرباطي أعتقد ما كناش كنتمناو هذا المسار لمراد باطنا في هذه المباراة ولكن وقائع هذه المباراة هي اللي فرضت على الحكم واللي فرضت في هذه المباراة انه يتطرد مراد باطنا ما كناش صراحة كنتمناو بانه يكون طرد لمراد باطنا بحكم بانه كان مؤدي مقابلة جيدة ولكن هذه مباراة كرة القدم كاينين جزئيات قليلة كتقدر انها تغير من المجرى العام للمباراة اذا غادي نشاهدوا الان كيفاش فريق الفتح الرباطي سيتعامل مع هذا النقص العددي وكيفاش فريق الحسنية سيحاول استغلال هذا النقص العددي ولكن الأكيد بأنه الدقائق القادمة هي الكفيلة بالإجابة على كل هذه الأسئلة إذن بعد لحظات غادي يكون تغيير آخر غادي يقوم به المدرب جمال سلامي أعتقد بأنه مكره لا بطل فخليص المهدي الآن غادي يدخل أكيد بأنه خروج مهاجم غيأثر هذا التغيير على الجبهه الاماميه لا محاله ولكن ماشي على الجبهه الاماميه فقط ولكن غادي يغير من النظره التقنيه للمدرب جمال السلامي للمباراه لانه الان عنده نقص عددي عنده بانه فريقه متقدم في النتيجه وبالتالي هذا التقدم ربما سيكون مهدد بهذا النقص العددي وبالتالي غادي يسعى لتامين النتيجه وترصيص الصفوف اذا غنتابعوا الان هذه المحاوله خطيره هذه المحاوله وتالق عصام بدا في هذه اللقطه الاخيره تالق عصام بدا اللي غادي نقول بانه عنده الفضل الكبير عنده الفضل الكبير في بقاء النتيجه بهذا الشكل نشاهدوا كواكو كيرفع الكره والضربه الراسيه كان قريب ولكن كان يمكن نقول بانه كان تصرف ممتاز للحارس عصام بدا اللي يمكن نقول بانه القراءات ديالو كلها كانت صحيحه خلال هذه المباراه. فريق الفتح الرباطي اذا جمال السلامي سيقوم بالتغيير الاتي ليركي عبد الحفيظ سيغادر ويترك فرصه لخليص المهدي لمواصله المشوار واعتقد بانه الان المهمه غادي تكون صعبة هذه محاولة والحكم كيقول لمسة يد الحكم كيقول لمسة يد الحكم كيقول لمسة اليد بالفعل كانت هناك لمسة يد سنتابع الآن هذه الضربة خطأ ضربة خطأ كاين زكريا سفيان كاين عز الدين حصة إذا سنتابع الآن ضربة خطأ واش غتكون مباشرة أم أنها غتكون تمريرة أعتقد بأنه خصو التعامل بذكاء مع هاد ضربة خطأ عز الدين حصة ولكن اختار تسديد مباشر اعتقد بانه ما كانش موفق
في هذا القرار، لأن الأكسدة كانت عالية وبالتالي الكرة الآن أمامية في وسط الميدان. عصام بدا الآن للتماس، كلما تقدمت الدقائق كلما غادي تزداد صعوبة المباراة. حاول الآن مرات حوالي 22 دقيقة من الجولة الثانية. دائما الصراع كبير للإشارة. أبرز المتغيرات خلال هذه الجولة الثانية هو طرد مؤثر لمراد باتنا. إذا الآن الحسنية هل ستستفيد من هذا الطرد؟ هذا ليس بالأمر الطارئ والمفروض، لأنه الآن فريق الفتح الرباطي سينهج نهج الدفاع لا محالة، وبالتالي هذا كذلك غادي يخلق متاعب لفريق الحسنية لأنهم غادي يتراجعوا الوراء. كترفع الكرة، خطيرة هذه المحاولة وتدخل الداودي. إذا الآن التماس، الآن تغيير في فريق الحسنية، خروج اعتقد عادل الماتوني ودخول لمطي سعد. سنتابع الآن جانب من جماهير الحسنية القليلة جدا الحاضرة لهذه المباراة. باتريك كواكو ولكن ما كانش تايمين مضبوط، وتدخل ممتاز لعصام بدا. محاولة وهدف، محاولة وهدف، كما قلت بأنه هذا الطرد غادي أثر بشكل أو بآخر على عرض فريق الفتح الرباطي. قلت بأنه مباراة يمكن بأنه الأخطاء غادي تقول الكلمة ديالها. إذا شاهدوا باتريك كواكو هو اللي كان وراء التمرير، أسمان داو اللي تألق، تراوري ما تمكنش، والخطأ جاء في هذا التوقيت اللي غادي يمكن نقول بأنه توقيت جد مؤثر على أداء فريق الفتح الرباطي اللي غادي تصعب عليه انه باش يرجع في المقابله، وغادي تكون مقابله من نوع اخر لفريق الحسنيه اللي الان غادي يكون متحمس بعد تسجيل هذا الهدف. اذا المحاوله الان العروي، خطيرة هذه المحاولة وتدخل كان
الجميل لفهد الأحمدي. العروي كان تدخل جيد. كرة أمامية. تعود الآن وسط الميدان وضربة مرمى. إذا الآن المباراة غادي تدخل في نسق آخر. الآن هذا هو الهدف الذي سجله لاعب رقم 9 كوني سومانا. إلى أحد لاعبي فريق الفتح الرباطي طرد مراد باطنا سيؤثر بشكل أو آخر. والتأثير الأول اتضح من خلال هذا الهدف بعدما الزيادة العددية انتقلت. الزيادة العددية انتقلت لصالح الحسنية. إذن تعود الكرة لصالح فريق الفتح الرباطي. كرة الآن عالية. تعود مرة أخرى. مسديدة ولكن مرت جانبا لكواكو. تسديدة ديال باتريك كواكو ولكن مرت جانبا عن الحارس عصابة. إذن محمد تراوري الآن كرة أمامية. دائما نتابع هذه المباراة. من 30 دقيقة مرت من هذه الجولة الثانية. إذا غادي يدخلوا في الربع الساعة الأخيرة. إبراهيم البحري. إبراهيم البحري كرة الآن أمامية في اتجاه العروي. أليس المهدي يهيئ خطأ. أوي 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 على مباراة قلت لكم على الجولة الأولى بأنه كان كيتضح لي بأنه هذه المباراة غادي تكون فيها أخطاء، والأخطاء أثرت بشكل كبير على نتيجة هذه المباراة. الهدف الأول سجل من خطأ بعد كان خروج غير موفق لفهد الأحمدي. الهدف الثاني سجل بخطأ ما كانش متوقع من لاعب تألق وصد مجموع من الهجومات، ولكن أعتقد بأنه النتيجة بقى ما تحسمت في هذه المباراة. تابعوا الآن أحمد الفتحي. أحمد الفتحي محاولة خطيرة، محاولة خطيرة فريق الحسنية ولكن تعطلوا شيئا ما تزيد. أوي 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 على هدف جميل. قلت بأنه النتيجة بقى ما تحسمتش في هذه المباراة. هدف جميل.
أوه على هدف وعلى حصرة هادو هما التوابع ديال الطرد باتنا. إذا شاهدوا جميلة هذه المحاولة وتسديدة كانت جميلة. ما شاهدت شكون شاهدت لاعب ولكن ما شاهدتش الرقم ديالو. إذا هدف سجل بطريقة جميلة. إذا المدرب أعتقد مصطفى مديح الآن نشاهدوا كيفاش التهيئة كان بشكل جيد وتسديدة كانت قوية. اذا شكرا للزملاء اللي كيساعدوني باش اني نتعرف على اللاعب اللي كيحمل اعتقد رقم 26 مفضل المهدي اللي سجل الهدف بطريقه جميله. اذا كان ممكن من الزملاء ومن مخرج ناجي قاق اننا نشاهدوا اعاده لهذا الهدف مره اخرى اللي كان هدف من هجمه مضاده منسقه. قلت بانه هذه المباراه غادي تكون فيها اخطاء والاخطاء يمكن نقول بانه باتنا قام شيء كبير ولكن اعتقد بانه ما كانش محظوظ مع الحكم منير مبروك لانه هذا ماشي كيقول بانه انه تظلم ام لا. فاعتقد ما غاديش ندخل في هذه الاعتبارات لان الحكم كتكون عنده كامل الصلاحيه هو اللي كيتحمل المسؤوليه. ولكن اعتقد بانه ما كانش موفق لاما انه الدار سقوط والحكم وجري ورقه صفراء. ربما كان بعض الكلام قالوا وجري ورقه صفراء ثانيه وكان هذا النقص العددي. هذا الامر نشاهده الان. شكرا لهذا الاعاده كانت تهيئ بشكل جيد مفضل سدد فضل بانه يمكن نقول بانه كان صعيب على عصام بده بعد ما كانت هجمه ملصقه وكانوا لاعبو فريق الحسنيه تاخروا في تحويل هذه المحاوله لهدف وهذه المحاوله لما تاخروا لاعبو فريق الحسنيه في تحويلها ولكن كانوا موفقين لحد كبير في هذه المحاوله. مفضل مهدي هذه هي من بين الجزئيات القليله. اعتقد بانه الان هذه المباراه غادي يكون عندها توابع بعد هذه المباراه. فاللي نتمنى هو انه تبقى الروح الرياضية إلى نهاية المباراة واللي نتمنوا بأنه يكون مسار صحيح عند الطرفين. أكيد بأنه في المباراة فكاينين عدة عوامل كيدخلوا في مسار أي مدرب في المباراة ولكن أكيد بأنه كرة القدم فيها ثلاثة احتمالات ماشي احتمال واحد. فيها عامل الفوز فيها عامل الخسارة فيها عامل فيها التعادل. هادو ثلاثة النتائج اللي هما مفروضين في أي مباراة ولكن أكبر من ذلك كين هناك محطة البداية وكين محطة الوصول. فمحطة الوصول ولا النهائي هي اللي كيكون عندها الحساب. وبالتالي أعتقد بأنه الآن هذه المباراة كيف ما قلت بأنه نتيجة الفوز هي جد مهمة للفتح الرباطي للمدرب جمال السلامي. أعتقد بأنه ما غاديش ندخل في هذه الحيتيات ولكن أعتقد بأنه فريق الفتح الرباطي خلال هذه البطوله كاين هناك استعصاء النتائج. هذا امر ما غاديش نقول طبيعي ولكن امر فرضته النتائج فرضته مسار الفريق فرضته لانه كاين عده عوامل كتحكم في النتائج. كاين هناك حجم انتدابات كاين كذلك توليفه اللاعبين وكاين كذلك الغيابات ولكن هذه هي النتائج. ففريق الفتح الرباطي من اصل سبعه سته المواجهات لحد الان فيمكن نقول بانه عنده سته نقاط. انتصر في مباراة واحدة تعادل في مباراة واحدة ثلاثة تعادل في ثلاثة المباريات ولكن لحد الآن هذه الهزيمة الثانية ديالو. إذا على العموم هذه حصيلة الفتح وأعتقد بأنه أهل مكة أدرى بشعبها. على العموم فريق الحسنية بهاد الفوز إلى حدود هاد الوقت فهو الآن كتصبح في رصيده 11 نقطة يعني نتيجة جد إيجابية للحسنية ولعمل المدرب مصطفى مديح لأنه الآن الحسنية عندها 8 نقاط فغادي تنفارد بالرتبة الثالثة غتولي عندها 11 نقطة. وأعتقد بأنه الاستقرار والثقة اللي وضعها اللي تضعات في مصطفى مديح الآن بدات كتضح بعض البوادر. وأعتقد بأنه نتائج كرة القدم هي نتائج تتباين ما بين الإيجابي والسلبي وأكيد بأنه الأحكام تختلف بين انتصار وهزيمة فهي أحكام
الاحكام تختلف بدرجه مئويه كبيره 90 درجه ديال الفرق. واعتقد بانه يجب بانه ماشي هو الفوز نهايه العالم وماشي هي لازمه نهايه العالم. وبالتالي اعتقد بانه الايمان بالعمل كيكون من خلال برنامج كامل ومكتمل. اذا على العموم الان تصل الكره لصالح فريق الحسنيه في وسط الميدان. عز الدين حصه مفترق هذه المقابله ومفترق تغيير الطرق كان من خلال طرد المحاوله الان. وفاد الاحمدي من خلال الطرد اللي تعرض له مراد باطنه، وهذا هو نقطه اختلاف المباراه لانه مراد باطنه خلى الفريق متفوق. الان الفريق منهزم واكيد بانه الدقائق المتبقيه فغادي تكون دقائق حاسمه في المباراه. هذه الاعاده نعتقد اللي سجل الهدف نشاهدوا في الصوره بالفعل اللي سجل. شكرا زملاء، هو اللمطي سعد اللي كان بديل خلال الجوله الثانيه. سبق الى تذكرتوا معايا مع بدايه الجوله الثانيه قلت بانه ربما اللاعبون اللي في دكه الاحتياط غاديين يعطيو التغيير في هذه المباراه، وهذا هو اللي تاكد. فاللمطي سعد اعطى لفريقه التفوق من خلال هذه المحاوله اللي كان موفق بها بدرجه كبيره بعد ما كان التهيئ جيد من زمنا. اذا على العموم ضربه مرمى الان دائما لصالح فريق الحسنيه، اللي يمكن نقول بانه هذا الانتصار الذي لم يحسب بطبيعه الحال، لانه كره القدم علمتنا بانه ما كاينش هناك انتصارات، ما كاينش فقط الا بعد يعني الحكم على نهايه المباراه. الحسنيه لعبات لحد الان 6 مباريات، انتصرت في 3 المباريات بهذا الانتصار الذي لم يحسب بطبيعه الحال. تعادلت في مبارتين وانهزمت في مباراه واحده، كما قلت بان حصيله جد مريحه بالنسبه للحسنيه وجد متفق عليه. هذا هو الاهم بانه كاين توافق وتكامل على اداء وعلى الرضا في مسار الحسنيه. اذا ضربه خطا، بالفعل ضربه خطا كانت واضحه، ضربه خطا لصالح فريق الفتح الرباطي. لا شيء حسم، كم من فريق بعشرة لاعبين عاد في المباراة وفاز، كم من فريق بعشرة لاعبين انهزم. إذا كل النتائج هي ممكنة وواردة. إذا غادي نتابعوا الآن هذه الضربة خطأ لصالح فريق الفتح الرباطي. إذا سنتابع الآن ضربة خطأ، ضربة خطأ الآن لصالح فريق الفتح الرباطي. إذن على بعد حوالي 30 متر داودي جلال، ماذا سيفعل داودي جلال من خلال هذه المحاولة؟ كل لاعبي فريق الحسنية بدون استثناء، كل لاعبي الحسنية بدون استثناء. كان داودي جلال تسديدة قوية، ولكن أعتقد بأنها ارتطمت برأس أحد اللاعبين اللي كانوا مشكلين الحائط البشري، وبالتالي تغير اتجاه ديالها. كانت تسديدة قوية، كانت تسديدة قوية لداودي جلال. إذا غادي نتابعوا الآن داودي جلال كيرفع الكرة، هدف! أي 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 أي. قلت بأنه المباراة بقى ما تحسماتش، مباراة لم تحسم بعد. فريق الفتح الرباطي من كرة ثابتة يسجل، فريق الفتح الرباطي من كرة ثابتة يسجل، وانفعال واضح. مصطفى مديح يعاتب فهد الحمادي، غادي نتابعوا هذه المحاولة نفدات. بالفعل ما كانش موفق فهد الحمادي في ابعاد الكره، بالفعل انفعال مصطفى مديح له اكثر ما يبرره. اذا المباراه لم تحسم بعد. الان يمكن نقول بانه غادي ندخلوا في الوقت البدل الضائع بعد قليل. فريق الفتح الرباطي عاد من بعيد
عاد من بعيد فريق الفتح الرباطي. إذن عاد من بعيد لأنه هاد الهدف يمكن أقول بأنه نزل كالماء البارد وكالرحمة بالنسبة لمحبي الفتح وكذلك بالنسبة بأخص تدقيق للمدرب جمال أسلمي، لأنه هاد الهدف لا أقول سينقذ جمال أسلمي، ولكن هاد الهدف سيعيد التوازن لفريق الفتح الرباطي لأنه فرق كبير ما بين الهزيمة والتعادل. على العموم الآن المباراة لم تنتهي بعد، الحسن يمكن أقول بأنها ضيعت فوز كان بالإمكان كما قلت وأعيد وأكرر، وكنت موفق في هذا الاستنتاج والتوفيق إلا من عند الله. فالأخطاء كانت عامل كبير في هذه المباراة، لأنه إذا تابعتوا معي بأنه طيلة هذه المباراة الأخطاء هي اللي أعطت الأهداف، ما غاديش نقولوا فقط الأهداف كتجي من أخطاء، ولكن ربما أهداف كتجي من عمل مبني، فكيكون بأنه المنافس تفوق من خلال عملية كتكون مدروسة، من خلال تسديدة كتكون صعيب على أنه ما كتكونش فيها أخطاء، لأنه الأخطاء هي اللي كتكون مباشرة. فلما رجعنا لسيناريو الأهداف فالأهداف كلها جاءت من أخطاء مباشرة للاعبين محددين، فيمكن نقول بأنه الخطأ الأول كان خروج ما كانش فيه موفق لحد كبير فهد الحمادي، لأنه كان البحراوي متفوق، ما كانتش درجة خطأ كبيرة بواحد النسبة كبيرة. الهدف ديال فريق الحسنية كان عن طريق أس مانداول، كان خطأ واضح من الإبعاد وتستغل بطريقة جيدة الهدف ديال التفوق اللي يمكن نقول بأنه كان خطأ في التموضع في الخط الدفاعي، ولكن كانت هناك تسديدة من خارج اللي كانت مدروسة بشكل جيد وخلات بأنه لاعب فريق الفتح الرباطي استسلموا، ولكن الهدف الثاني كان الخطأ في الإبعاد للحارس فهد الأحمدي. إذن يمكن نقول بأنه مباراة الأخطاء واستغلت فيها الأهداف، الحصيلة التقنية ما كانتش قوية كبيرة، ولكن الأهداف يمكن نقول بأنها كانت أهداف كثيرة، أربعة الأهداف. أعتقد بأنه هذه أكبر مباراة والختام ديالو كان مسك ختام، شهدنا أربعة أهداف خلال هذه المباراة، هدفين للفتح وهدفين لفريق الحسنية. الحسنية ما زالت من خلال هذا التغيير الأخير تؤمن بأنه يمكن أن تغير في النتيجة، المدرب مصطفى مديح. فيمكن نقول بأنه الفتح الرباطي تحصر على هدف التعادل، لكن بعد طرد باطنا انقلبت الأمور لفريق الحسنية. مصطفى مديح أعتقد بأنه كان كيتمنى الفوز، وكان الفوز بين أقدم لاعبيه، ولكن من ركنية جات في الدقائق الأخيرة فخلات في أنه فريق الحسنية يتراجع في النتيجة من فوز إلى تعادل. أعتقد بأنه ما غاديش نقول بأنه هو منصف، ولكن مجريات هذه المباراة يمكن أنها أنصفت الطرفين، بحكم بأنه فريق الحسنية كانت منهزمة ولكن استطاعت أن تعود في النتيجة وفازت بعد طرد باطنا، تعادلت وفازت بعد طرد باطنا، لكن فريق الفتح كان محظوظ في إدراك التعادل. أعتقد بأنه تعادل بطعم الهزيمة رغم أنه خارج الديار بالنسبة للحسنية، لأنه كان بين أقدامها الفوز بينما كان بين أقدامها الهزيمة. إذن مشاهدين الكرام يمكن أن أقول بأنه الفتح هو المستفيد من هذا التعادل، فريق الحسنية لم يحافظ على تفوقه، ولكن هذا هو قانون كرة القدم. أعتقد بأنه تعادل مرضي للطرفين وهذا ما كاين في هذه المباراة. إذن أشكركم على حسن المتابعة، كان معكم عبد الصمد والشيبة في التعليق وزميلي جقاق في الإخراج ووحدة زميلنا وعزيز التي أمنت لكم النقل المباشر من مدينة الرباط. إذن أشكركم على حسن المتابعة، على أن ألقاكم في مناسبة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.